كيلو بدينار يا بابا كيلو بدينار. شنو هذا الكيلو نتاعو بدينار؟ هكا كنغني برا ماشي نغني برا. ما فما حتى خضره ولا غلال الكيلو نتاعها بدينار؟ فماش حتى شيء كيلو بدينار. كاين القرا برك كيلو بدينار هكا. قرا برك. رايك في الاسعار؟ انت رايي في الاسعار، كيلو الفلفل 5000 فرنك. البطاطا جسم الطماطم 2500، القارص هاوك هاني البلاك نتاعو قريب 2000 فرنك، الرباطي الحشيش مع عدنوس والكرافس بدينار. شنو باش تاكلي؟ سفناني ب 16 17 دينار 100، شنو باش تاكل؟ البطاطا ب 12 100، شنو باش تاكل؟ الدجاج ب 6000 7000، اللحم هذاك لمين تلفت له؟ الحوت لمين تلفت له؟ وزيد لهذا والافضل هم يحافظوا على الاسعار ويحافظوا على العباد ما تخدمش ويسيبوا ميترو بين العشره والتسعة يهز في في في, في ألف بشر، يعني العباد تتنفس في روحتي. هم يحاولوا باش ينقصوا، حاولوا لنا المتروات، حاولوا لنا الكيران تاخذ تنقص، انت تربطها من هنا وتحلها من غادي، راهي ما تجيش ما تجيش مترو. انا تو كملت شطرتني على ساقي يتنفس في وجهي هك بالقريب وحالته حليلها ربط، نمشي على ساقي وما نقعدش. الاسعار من غير ما نحكي لك عايش بنتي، اللي مزمر واللي فهم ديميناج واللي عساس هذوما راه ما يقدروش يخلطوا ياكلوا. باش يشري لك حاره العظم ب 1200، الزينه ب 1200 بتعمل سوق، ربطة كرافس ولا معدنوس بدينار، هذه أفضل حاجة، طفايم شربة يعني هذوما يتكلفوا له 25 دينار. إذا هكا طرف طرف. تاع نهار. تاع نهار، تاع اللحم ما يحكيش عليه، ياخذ طرف الدجاج وياخذ فيجن حوات، ياخذوا فوق الجناوح. ماهمش ياخذوا في الفخاذ ولا الكويس ولا حاجة، أنا ريتهم واقفة عليهم وريتهم. شيء أسف بالحق، رانا في دلهيز نتاع مرمى، نتاع غبرة، نتاع الطباعة، تنجمش تطلع من الطباعة، احنا هكاك. راهي العباد هيك فم دي منا فم دي ميناج ب 90 دينار تخدم، يعطيها طرف منه طرف منه يحسبها على 200 و300 الف كاريه وعندها صغار وعندها المعاق. بصراحه ما فيهاش ما تتقال، يا حسر على تونس، يا حسر على تونس. كي كنا القفه ب 10000 تعبي كل شيء، توا القفه ال 10000 نتاع باكو حليب وخبزه وطرف قهوه وحار عظم. هذا بنتي ما نحكي لك، اما بالحق الاسعار ما عادش تسالوا عليه. شنو رايك في الاسعار؟ الاسعار مشطه، شكون باش يقدر عليها تو؟ شكون؟ خاصة اللي عنده زوز وثلاثة وأربعة صغار ويكذب عليك اللي يقول لك نقد روحي والنجم نعيش راسي وراس مرتي والحمد لله يا رب. ما يقدرش البشر، ما يقدرش. إيش بد 20000 ما ترجعش، ما ترجع منها شيء. اللحم العلوش صباحها ب 29 وب 28 أو في المونبري ب 30. اليوم كما قاعدين راو في المارشي سنترال نتاع تونس، الناس الكل بريسك معبي برشا بالمواطنين اللي جاوا يقضيوا اليوم في قضيه رمضان. شنو رايك في الاسعار انت كمواطنه تونسي؟ الاسعار بناتي غاليه غاليه، الزوالي غاليه، اما اللي عنده هان ويشري هذاك هو. مش كيما عم نون، مش كيما عم نون، بدلت سنين نار لهنا ولا حتى في الاسواق، زاد حتى في الاسواق غالي، سرتو والفلفل والطماطم والبصل حشيك هذا ما غالي. رايك في الاسعار؟ عملت دوره انت تويك، شنو رايك؟ الاسعار نار والنار ابرد من الاسعار، ياسر غاليين، ياسر ياسر ياسر، مش حتى رقابه ما فماش حتى كنترول، ياسر غاليين ياسر. راك شفت في المارشي ياسر بالحق ياسر. وين الدولة وين الحكومة؟ راقدين الدولة والحكومة، شادين الكراسي وكهو الدولة والحكومة، مش قاعدين متلفتين للشعب بجملة. ناس تجري كان على الكراسي ونحن هنا قاعدين نجري وراء الخبزة. ياسر الدنيا غالية بصراحة ياسر، مسكين الزوالي وكهو. بسم الله يعيشك علينا وعليك يا بابا. شنو رايك في الاسعار؟ في الاسعار غاليه، نار ومسمار وما تسمع كلام حتى واحد، يكذب عليك اللي يقول لك الاسعار منخفضه وما ثم حتى رقابه. الناس كلها في بيرواتها وراقده، ما تعرف حتى على شيء الدنيا ايش فيها. ماشي فيها الزوالي في العفس، مسكين اللي يخلص في 200000 انتريت و300 و400، والناس اللي فوق تضرب في مليون و200 وزوز ملايين يحبوا بالزياده وكل شيء. اما لما تاخذ 300 و400 وكاري منهم يعاني منهم في عائله ماشي في العفس. الحكومه وين يا باب؟ الحكومه عاد في البروات، كي تجاوبني لهنا ولا تقام في بلاتوات، اما باش تقام في التيران ما ثم حتى حد.
ويعرفوا راهم الاسوام ويعرفوا الدنيا ايش فيها ويقول لك لا والله احنا عملنا مجهود. الريقوطه كانت ب 3500 صبحوها تو ب 6000 معنا 2500، شنو الفرق؟ خاطر دخل رمضان اجي اشوف الاسعار كيفاش، الفلفل ب 4000، الطماطم شنو هي همك؟ ايش باش ياكل الزوالي؟ ياكل حشيش، اللحم ما يخلطش عليه، علاش ما تعملش الحكومه التسعيره وتدوروا؟ ثم لازم تكون مراقبه، مراقبه الاقتصاديه راقده تضرب، والدفاع هكا الدفاع على المستهلك ولا شنو هو؟ ما تلقاهمش جمله بيروادهم ما تهماش. كان في البلاتوات تشوفهم يمركوا في نهارهم ويروحوا خاطر عندهم فلوس ولا بس عليهم. فهمتني؟ هما نجموش يدوروا ويعرفوا الاسوام راه ويعرفوا المعيش ويعرفوا الزوالي مسكين تحت العيط وما على بالهمش. سيد تبوبي في عضب يمشي يشوف هذاك يجري على التشغيل والشغالين والشهايد العليا وكذا، يمشي لك الزوالي المزمر ويعرف يخلص ب 300 و 200 وما على بالوش به. بحيث ما ثم حتى شيء في تونس الغلاء واكل بعضه. مي يكذب عليك ان ثم حاجه رخيصه. يكذب عليك 4000 و 20000 ما تقضي لك شيء، خلاف الحم. ما نكون واقعيين ولا تحب تعدي رمضانك 20000 تعمل لك شيء. وتسمع 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 في الحكايات انا نقصنا ما ثماش. اذا كان ما ثماش رقابه تدور في الشوارع وتشوف الاسعار واحد ما ثم حتى شيء كله اوف. كان في البلاتو انا سمعوه شيء كل حاجه وصلت حكة طماطم ب 3000 واش كل حكة رشين قديش في شيخ 20000 يوميا ما تعملوا شيء. قديش لازم المواطن باش يقضي اليوم قضيه رمضان؟ باش يقضي قضية رمضان سيرتو نبدو بالضعاف المساكن المزمرين نقولوا شابين وما عندهمش حتى الدواء في المستوصف ما ماش. على الأقل تقدير ياسر ياخذ من 700 وأنت ماشي فوق. ما غير ما تشوف الشهريات ومن غير ما تشوفوا إيش خدم، خاطر هو خدم تونس بالا وبرويتا وحشكم صالحة نتاع هكا الحلفة وغبرة عليه وقتها ما يدفعوش عليه. مقابلين ويضربوا منه وحط منه هكاك عدى عمره جاء وصل عمره ما قال حتى شيء. اخدم خدم كلت كلت وفي الاخر ما يلقى حتى شيء. مش معقول مش عادل. نهار اثنين راهو السلعه تبدا طايحه شوي خاطر ما فماش بيت السلعه كل نهار اثنين وغدوه المرشي حل. نهار ثلاث ما عاد تشوف الدنيا تطق شيء اعلى. فهمت ونهار اثنين غدوه تزيد تغلى معناها. اغلى بتبيع هما تو شنو يغليو خاطر وريد تاكس تو ولا 45% كي يخلصوا في المرشي اللي يقروه ولا السلعه تولي تهبط لهم ديريكت. لا ويل الدولة لا ويلهم ونحن تخدنا فيها المواطنين ما عادش خالتين على حتى شيء. هاك تشوف معناتها شوف الدنيا حط كالير طل فريز 1750 واللي ما يقراش يعم يقول لك الكيلو ب 1750 والكيلو قداش يطلع 3500. شفت هنا اختي الدنيا مشيت سيء. ما وصلناش نحكيو حتى على الفريز، نحكيو على الطماطم والفلفل حاجات الضروري. كيلو فلفل ب 4000 الطماطم ب 3000 شكون باش ينجم يشريها؟ شوف الفول شوف الفول ب 2000 هاي الجلبانه ب 3000 شكون باش يقتل؟ كيلو جلبانه قداش يطيح؟ طيح كم شق قدك؟ معناتها مستانس عائله تاخذ في زوز وثلاثه كيلو ما عادش سيء توانسه نحن انولي سيء. نعرفش نقول لك حاجه باهية نحن في بينا لجونا طلعوا مافيا مش الواحد الزين العابدين والجماعته طلعوا التلامذه عندهم هم ولا طلعوا تلامذه، طلعوا تلامذه عند هذوما، هذوما طلعوا هما الكل، ديزابرونتي الزين واللي معاه وكل والطرابلسيه وكنا ناكلوا خويا جبل جلود كان كيلو بنان ب 500. برا تشوف تو البنان قد ايه؟ اقل حاجه 4500. اقل حاجه تو عامله 4500، هاك تشوف مساكن ها، شوفي واحد عباش قف ها، معناتها الدنيا ساليه ومازال راهو. مشتة تو فلفل ب 4000 شوف عمره ما صارت ولو حتى مش السيزون نتاعو ولو مش السيزون نتاعو ما تجيش ب 2000 2500 وغالي عندنا نحن ب 2500 بالليل ياخذ 400 و 300 الف شو هو باش تكفيه الشهر كعبه بطيخ ثلاثه كعبات بطيخ شهريه 300 الف 7000 و 3000 فرنك البطيخ هو اون باغاي سي با مش كما يقولوا هكا اربع كعبات وديما غالي البصل
ياسر الدنيا ياسر غاليه، ما واحد ما عادش ياخذ حتى شيء، يلزمه كل يوم باش يعمل حتى عزه، تكلم ب 20 دينار، عزه ب 20 دينار. فهمتني؟ خلي باش يعمل كسكسي ولا كذا ولا دجاج كل غالي ولا قد فما اللي ياخذ 600,000 و700 ما يوصلش. ناحي كريه 400 اقل ما يمكن. 300 باش يعيشوه 10,000 فنار مستحيل. ما يحجمش وما يعومش وما يمشيش حتى شيء، ما يعمل حتى شيء، ما يمشيش حتى حوايج ما يمشيهاش. الاسعار حاجه معناها غير عاديه ومش معقوله، وما ترعيش معناها القدره الشرائيه نتاع المواطن البسيط، خاطر ماك تعرف احنا ولينا تو ولينا زوج طبقات، معناها طبقتين، ولينا طبقه فقيره جدا ومفقره، ومعناها وطبقه معناها معناها ما عندها حتى مشكل. المشكل هو مسالك التوزيع. انا نحكي لك كمواطن، مسالك التوزيع اللي ما يحكم فيها حتى حد. ماك تعرف فما بارونات، كل ميدان ولا عنده بارونات. اخطر بارون هو بارون الـ معناها الغذاء، هو اخطر بارون. تخرج الحاجه بدينار من عند فلاح تتباع ب 4,000 وب 5,000، يعني تقريبا 400%، وهذا راجع لاستقاله الدوله في هذا المجال. وسيط هو ما فماش وسيط واحد، هي تتعدى المسلك نتاعها على اربع معناها مراحل، الفلاح والوسيط والوسيط، ويحتمل فما وسطاء اخرين اللي ما نشوفوهمش احنا. كانت قبل ماسكه بزمام الامور معناها وزاره الاقتصاد، وقت اللي كان كل شيء مسعر، ما عندكش حق، فما عندك هامش نتاع معناها هامش نتاع ربح ما تفوتوش. توا تحرير، كلمه تحرير الاسعار معناها فهمتها الناس كل، معناها كل حد معناها حس مفهومه الخاص بالطبيعه، فسر بمصلحته هو الخاصه. الدوله هنا هي اللي لازم تضرب على ايادي معناها المحتكرين. ماك تعرف توا انا متاكد ان الفريقوات تعرفهم الدوله، معناها فريقو يعرفوهم الكل، ويعرفوا وقتاش يخبيوا الحاجه وقتاش، يعني الحكايه معناها المشكل الاخلاقي بالاساس. الاسعار غاليه ومشت، وكلها مربوطه بالسميق اللي موجود في البلاد. اذا كان ثم سميق ب 480 دينار، وتلقى اسعار، تلقى لوبي خضر ب 15,000، والحوت ما يتقربش، واي سعر تشوف فيه كلها الاسعار غاليه لهنا. شنو المواطن منين مهما يكون، مهما تكون اجرته، مهما يكون ومهما يكون دخله، شنو باش يكون منين باش يجيب المواطن؟ انا نحمد ربي ونشكر، اما ديما نشوف الناس الاخرين، شوف الناس الاخرين اللي مش قادر حتى باش يلقى معناتها شقان فتره، ومش يلقى سحوره، ومش يلقى اسعار خياليه. لهنا ثم السلطه اللي موجوده في البلاد ماهيش قاعدة، لا تعمل في مراقبة، يكذب عليكم يقولوا يعمل في مراقبة، فماش مراقبة، لا ثم مراقبة ولا ثم حد شيء. ومسالك التوزيع اللي موجودة في البلاد ما نجموش يراقبوها، لأن اللوبيات كبيرة برشا تتحكم في الأسعار، فهمني؟ هي اللي تتحكم في الأسعار، وهي اللي تتحكم في باش تضخ السلع وقت اللي تحب، وتخلي السلع معناتها في الفريقوات باش تتحكم في الأسعار. أسعارها ماهيش نورمال بالنسبة للزوالي. يا مسكين، ان شاء الله هكا يرفقوا بينا شويه، هذا ما نقولك. توا الزوالي تعب ويشكي، حتى البياع كذلك، يعني يتعب ويشكي، مربوطه ببعضها، ما تعب فيها كان الوكيل، اما حتى واحد يعني